زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة إن امبارح مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأدنى للأجور ل 2700 جنيه، كمان وافق على اعتمادات إضافية للتعليم وخريجي بعض الكليات الطبية. خلونا نتكلم بقى بالتفصيل عن الأرقام دي، كلفة الدولة قد إيه وانعكاساتها إيه على المواطن وتحسين جودة الحياة. معانا عبر سكايب الأستاذ أحمد معطي الخبير الاقتصادي. صباح الخير، بنرحب بحضرتك. صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني خلينا نتكلم عن الزيادات اللي وافق عليها مجلس الوزراء. احنا بنتكلم الحد الادنى للاجور النهارده بقى 2700 جنيه، عايزين نعرف النسبه زادت كام وكلفت الدوله قد ايه في الميزانيه. طبعا في البدايه برحب بحضراتكم وجميع المشاهدين. طبعا الحقيقه ان يعني خليني اقول لحضراتكم ان الحقيقه ان حزمه القرارات دي هو مش قرار واحد زي ما البعض متخيل ان هو ارتفاع للاجور بالحد الادنى ل 300 جنيه او للدرجات الوظيفيه بالكامل ب 300 جنيه، ولكن هي حزمه من القرارات اتخذتها بالفعل الاداره المصريه بناء على طبعا توجيهات عبد الفتاح السيسي، وهي بتعتبر بالفعل انحياز الشعب المصري واستمرار لنهج الدولة المصرية في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وطبعا خلق حياة كريمة للجميع. وده بيدل الأمانة على نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واللي بدأناه فعلا في 2016. ويعني دايما أنا بقول إن هو أصبح مثال يحتذى به من صندوق النقد الدولي. يعني دايما الدول الآن بتأتي لصندوق النقد الدولي تطلب المشورة وتطلب كمان قروض. بدأ صندوق النادي الدولي يدي هذه التجربة المصرية للدول علشان تنفذها، فده طبعا دليل على ان الدولة قادرة على إدارة الأزمات باستخدام أدواتها بحكمة ووفقا للظروف المحيطة. فطبعا يعني خلينا أوضح لحضراتكم ان يعني أهمية هذه القرارات ليس فقط زيادة الأجور ب 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور في مصر من 2400 ل 2700 للدرجة السادسة، ولكن هي الحقيقه هي اهميه هذه القرارات بتاتي في ظل التحديات اللي بيمر بيها العالم كله من ارتفاع لمستويات التضخم بسبب كورونا وارتفاع برميل النفط. احنا شفناه وصل ل 94 دولار النهارده، انا بكلم حضراتكم نزل تاني ل 91 دولار تقريبا، ولكن هو مازال 90 دولار بشكل عام يعني بالظبط. وطبعا في توترات سياسية وتغيرات مناخية، فكل العوامل دي بالفعل يعني أثرت على الاقتصاد العالمي بالكامل وكانت كفيلة لخلق مشاكل في سلاسل التوريد داخل مصر وانعكست بالفعل على الأسعار داخل مصر. طبعا حزمة القرارات الناس شايفاها ان هو 300 جنيه، ولكن هي الحقيقة بنتكلم على حوالي ارتفاع في الميزانية ب 39 مليار جنيه وليس 300 جنيه. احنا لان استاذ احمد هي ال 300 جنيه دي في الحد الادنى للاجور، وبالتالي بتسمع في حاجات تانية من الحاجات الخاصه بمفردات المرتب بشكل عام. لكن سؤالي لحضرتك هنا، لان حزمه القرارات دي لم تتضمن فقط على الحد الادنى ارتفاعه 300 جنيه اللي حضرتك ذكرتها، لكن تضمنت ايضا على يعني علاوات جديده سواء كانت للمخاطبين بالخدمه المدنيه او غير المخاطبين بالخدمه المدنيه، فماذا عن هذه العلاوات؟ بالظبط كما تفضلت حضرتك استاذ احمد، يعني هناك علاوات اخرى وتحفيزات اخرى. احنا بنتكلم خاصه في التركيز على الاصلاح الهيكلي، بنتكلم على قطاع التعليم وقطاع الصحه ايضا، فبنتكلم بنتكلم في ارتفاع بحوالي اعتماد حافز اضافي لتطوير المعلمين ب 3.1 مليار جنيه، ايضا تعيين اطباء وايضا في قطاع التمريض بنتكلم في حوالي 30,000 شخص، بنتكلم ايضا على تكلفه بحوالي 1.8 مليار جنيه، بنتكلم في زياده الحافز الاجمالي اصلا بحوالي تكلفه 18 مليار جنيه. فكل الارقام دي وكل العلاوات دي هي بالفعل بتسمع في الاخر في بند المرتبات عندنا او بند الاجور في الموازنه العامه ب 39 مليار جنيه زياده عن العام الماضي. احنا بنتكلم السنه دي احنا وصلنا 400 مليار جنيه اجور، ده يعني حوالي بنتكلم داخلين على ما يقرب من ال 20% من الموازنه رايح لبند الاجور فقط لا غير. ده عبء على
الدوله كان ممكن الدوله تاخده تلبي بيه احتياجاتها في مثلا صحيح. في بند الدين، ولكن هي اختارت انها يعني تقف في صف المواطن المصري وضخت هذه الاموال في اجور وعلاوات وحوافز، وليس فقط 300 جنيه زي ما حضرتك تفضلت يا استاذ احمد، ولكن بنتحدث على حزمه قرارات فيها حوافز وفيها علاوات للجميع، وفيها ايضا يعني انا برضو بهتم جدا بموضوع الحوافز والعلاوات لانها بتركز على اداء الموظف وليس فقط ان الموظف ليه مرتب ثابت روتيني، فالموضوع ده بيفرق جدا لان زياده الحوافز والعلاوات بتاثر جدا على نفسيه الموظف، بالتالي انتاجيته ايضا بتزيد. طيب احنا خلينا نتكلم عن التضخم اللي العالم كله دلوقتي بيمر بيه، خلينا نتكلم عن اسعار الوقود، مع ارتفاع اسعار الوقود وما يمر به العالم الان من توترات، مصر النهارده قادره تسيطر على ده ازاي يا فندم؟ بالظبط زي ما حضرتك تفضلت يا استاذه بسنت، يعني التضخم خلال هذه الفتره يعني احنا بنتكلم اصبح عن دول مرض مهم. كبرى، اقتصاديات كبرى بتمر بتضخم كبير. بالظبط، يعني احنا من اقل الدول تاثيرا في التضخم، احنا ده شايفينه اقتصاديا، لان وانا بكلم حضرتك دلوقتي بالامس الولايات المتحده الامريكيه ارتفع فيها التضخم لاعلى مستويات من 40 عام، احنا بنتكلم في ارتفاع في التضخم في الولايات المتحده الامريكيه 7.5%، وده اعلى تضخم من 40 عام. والمشكلة هنا بتكمن في ان التضخم في الولايات المتحدة الامريكية المستهدف ليه 2% فقط، اما لو جينا نظرنا على الجانب الاخر المصري فهنلاقي ان التضخم في مصر ارتفع بالفعل بالامس ل ايضا فوق، وصلنا ل 7.3%، ولكن ما زال في نطاق المستهدف. هي دي النقطه المهمه اللي الناس ما بتركزش فيها، احنا ما زلنا في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، يعني بمعنى ان البنك بنتكلم في المركزي معدل المصري النمو يعني بنهدف لايصاله ل 5.4 تقريبا لو انا مش غلطانه. بالظبط احنا بنهدف ل 5 ب 5.7%، البنك الدولي بيتحدث ان هو شايف ان معدلات النمو في مصر ستصل ل 5.5%، ولكن في جميع الحالات ما زلنا في النطاق، يعني حتى هذه الارتفاعات في الاسعار داخل مصر ما زلنا في النطاق المستهدف. مصر واجهت هذه التضخم ازاي؟ واجهت هذا التضخم بارتفاع الاجور. القرارات بتاعت الامس دي هي ايضا بتكمن في كيفيه السيطره على التضخم وتعويض المواطنين لارتفاع الاسعار. بالفعل الاسعار ارتفعت، ولكن هذا على العالم بالكامل واحنا اقل تضررا، ولكن ماذا قامت الدوله؟ قامت باداره للأزمة جيدة جدا في رأيي الشخصي، لأن طيب في المقابل زادت الأجور زي ما احنا شايفين مرة أخرى. ماذا لو لم تتم الإصلاحات الاقتصادية التي عكفت عليها الدولة المصرية وتحمل تبعاتها المواطن المصري بالتأكيد يعني؟ ولو ما لا هو خدناش ده ايه اللي كان النهارده، هيحصل؟ لا اللي كان هيحصل كان في رأيي الشخصي انهيار للدولة بمعنى الكلمة، يعني ده أقل كلمة نقدر أقولها. لو مصر لم تتخذ هذه الإجراءات الشجاعة والحاسمة كنا سنرى انهيار للدولة المصرية زي ما احنا شايفين انهيار في أغلب أو بعض أو أغلب الدول اللي مرت بنفس اقتصاديات الدول الكبرى. نعم اقتصاديات الدول الكبرى انهارت في ظل جائحة كورونا يعني. بالظبط، وحتى اللي مرت بالازمات صحيح. السياسيه، فمصر بالفعل يعني لولا هذه القرارات يعني كنا لم نراها مستقره سياسيا ولا امنيا ولا صحيح. اقتصاديا. خلال الفتره اللي فاتت احنا شفنا طوابير على السلع في الدول العظمى زي ما حضرتك تفضلت، مصر احنا ما شفناش ده خالص للمواطنين، ما شفناش اي نقص في السلع، بالعكس احنا شايفين يوميا افتتاحات لمصانع وافتتاحات لمشاريع وزياده في التركيز على الامن الغذائي وتركيز على التحول الرقمي سريع يمكن زياده جدا. كمان في صادراتنا لدول كثيره بالمليارات وانتعاش في قطاع السياحه والكثير من القطاعات الاخرى، في الحقيقه احنا شايفين تقدم وازدهار كبير، وده في الحقيقه انعكس على يعني الحد الادنى الأجور زي ما احنا شفنا، بالتالي سينعكس على المواطنين، وأكيد بنتمنى المزيد والمزيد من الإنجازات والنجاحات وأكيد الشغل الأكتر منا احنا كمواطنين عشان ده ينعكس علينا وعلى اقتصادنا. كل الشكر للأستاذ أحمد معطي الخبير الاقتصادي على هذه التفسيرات يعني الدقيقة لما حدث اليوم وتفسيره لزيادة الحد الأدنى.